بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس العاشر من مادة الدراسات الإسلامية للصف الثالث المتوسط قسم الحديث حقوق الزوجة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه قصرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. استوصوا، اقبلوا الوصية في القيام بحقوقهن. ضلع أحد عظام الصدر، كسرته جاء مفسرا في بعض الروايات بالطلاق. من معاني الحديث وإرشاداته: الخلق الحسن سمة المسلم وصفة من صفاته، فإحسانه يشمل القريب والبعيد من أهله وجيرانه، وشره يقصر ويغيب فلا يؤذي أهله أو جاره. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالزوجة خيرا، وكرر الوصية بذلك إشارة إلى أهمية القيام بحقوقها، بل جعل الخيرية في حسن معاملة الزوجة، فقال: خيركم لأهله. ومن حقوق الزوجة حسن التعامل معها، الإنفاق عليها، المهر، أن تصل، يعني إعطاء تركها تزور أهلها، يعني لا يمنعها من زيارة أهلها، العلاج والتعليم، إن أرادت العلاج أو التعليم يعلمها ويعالجها، حسن معاملة أهلها، حسن معاملة أهلها حتى تعاملها معاملة حسنة. من حكمة الله في خلق المرأة أن جعلها ذات عاطفة وحنو وشفقة أكثر من الرجل، لتكون سكنا للرجل وأكثر قدرة على تربية الأطفال والصبر عليهم. على الرجال أن يدركوا طبيعة المرأة ويعاملوها بلطف وتقدير واحترام لمشاعرها. التعامل مع الزوجة بالجفاء والغلظة قد يجرح مشاعرها ويؤثر في عاطفتها ويكدر نفسيتها، مما قد يؤدي إلى هدم البيوت بالطلاق والفراق. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة في حسن تعامله مع أهل بيته، فكان صلى الله عليه وسلم يسامر زوجاته، يعني يحدثهم ويمزح معهم، وربما سهر مع إحداهن يسمع حديثها ويؤانسها كما فعل مع عائشة رضي الله عنها. وإذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم فإنه يكون في مهنة أهله، يعني يساعدهم في البيت. ما أثر قوة العاطفة عند المرأة على استقرار البيت وقوة الترابط بين أفراد الأسرة؟ تساعد في لم شمل البيت، فتصبر على الأبناء وتكون سكنا للزوج، ما هنا تساعد في لم شمل البيت، فتصبر على الأبناء وتكون سكنا للزوج، وتنشر المحبة والسعادة في البيت.
أحسن تعاملي مع أهل بيتي، قدر مكانة المرأة ودورها في المجتمع. عندنا 4 أسئلة في آخر سؤال. السؤال الأول: للمرأة مكانة عظيمة لعظم الدور الذي تقوم به، بين دور المرأة في المجتمع. المرأة كأم تربي النشء وتغرس فيهم القيم والأخلاق الحسنة، فالأم مدرسة داخل البيت، تربي وتعلم وتوجه وتقوم بواجبات البيت والزوج والأولاد. أما المرأة كعاملة معلمة وطبيبة وممرضة ومهندسة، تخدم وطنها وتنهض به. والآن أصبحت شرطية تحمي الوطن. يبقى كأم وكعاملة، بقية الأجزاء في الصفحة التالية. المرأة كزوجة، العطف والحنان والحب والسكينة والمودة وحسن معاشرة الزوج وكتمان سره. المرأة كأخت وبنت، تساعد وتنصح وتحنو وتقدم الخدمات للأسرة. السؤال الثاني: بيّن الأسلوب الأمثل في التعامل مع الأم، الزوجة، البنت، الأخت. الأم طاعتها وبرها والإحسان إليها والدعاء لها ومساعدتها. الزوجة إظهار الرحمة والحب والحنان والاحترام ومساعدتها ومراعاة حقوقها والدعاء لها واحترام أهلها. أما البنت نصحها وحبها والعطف عليها. الأخت حبها واحترامها ونصحها ومساعدتها والدعاء له. السؤال الثالث: ما الخير الذي يمكن أن تقدمه لأهلك كي تنال الخيرية الواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما؟ أطيعهم وأبرهم وأساعدهم وأحبهم وأدعو لهم وأذاكر دروسي لأنجح وأسعدهم وأحافظ على صلاتي وقراءة القرآن الكريم والأخلاق الحسنة ليفتخروا بي ويحبوني. السؤال الرابع: على ما يدل تكرار الوصية بالنساء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إشارة إلى أهمية القيام بحقوقهن؟ إشارة إلى أهمية القيام بحقوقهن، وهي الحقوق التي تحدثنا عنها في هذا الدرس. في الختام لا تنسونا من الدعاء واللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.